السلام عليكم. قبل لا يبدأ فيلمنا يا ريت تقدروا تعبنا وتضغط لايك، خلينا نوصل المقطع 10,000 لايك، ولا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، خلينا نوصل مليون أخ وأخت بأقرب وقت. يعطيك العافية يا مسعود، شو أشوفك تشتغل لوحدك؟ الله يعافيك يا مدير. أنا جبت لك مسعود لأجل يساعدك وانت تشتغل، مو علشان تخليه يشتغل لوحده وتجلس تتفرج على الرايح والجاي. شايف هذا هو الحظ الردي، تصدق يا زياد إني لي 5 دقائق بستاركة وقلت ريح شوي. ما ينفع هذا الكلام، مسعود له شهر معنا وما يعرف كل شيء، وممكن إنه بخطأ يتسبب بكارثة لا سمح الله، وقتها ذنب اللي يصير مع الحادث برقبتي ورقبتك. إي والله معاك حق يا مدير، خلاص توكل على الله واللي تبيه يصير. ما شاء الله، وش هالموتر؟ بصراحة هنيك على اختيارك لهذا الموتر. بس عشان تعرف خويك ما يغيب كذا، ومثل ما يقول مطول الغيبة جاب الغنايم. يلا خلنا صف موتري ونروح نجرب موترك ونفتر فيه. بس قبل ما نفتر فيه بنروح عند زياد مشان في شوية تعديلات أبيه يسويها وبيضل للموتر. يا زياد اطلع يا زياد. مين هذا المزعج؟ بالله عليك يا زياد كيف الشفر الجديد؟ ما شاء الله عليه فخم. طب اسمع، وش رايك تبدل طقم الجنوط اللي على الشفر بالشاص حقك وانا خسران؟ يعني مسوي ازعاج وانا قلت ابصر ايش فيه، واخر شيء تخفف دم؟ امزح معاك، بس ودي الشباب يسوي شويه تعديلات على الموتر الحين اقول لك اياها ويظللوه كامل. ما في مشكله، تعال استريح بالمكتب لين يخلص السياره اللي معهم. بكره يقولوا في امطار ويتوقع بعد انه يصير فيه سيول، وش رايك نطلع مواترني على السيل ونشوف هناك مين مواتره اقوى؟ ان قلت لك انه هذا الشيء غلط نسويه بوقت المطر راح تفكرني خايف منك، بس لاجل ما تقول اني خايف منك ومن مواترك اعتبرني موافق. يا عيني عليك، بكره نشوف، صدقني لا خليك تبيع الشاط. يا طفلة احلامي يا الجذبة ولا حي. الموتر جاهز، سوينا كل الطلبات اللي طلبها ويقدر يستلمه الحين. لا تنسى يا زياد الوعد بكرة، واستنى مني مكالمة عشان نتلقي.
هو انا يا ابوي كل ما ارجع من الشغل الاقيك تشتغل بالشجرتين اللي عندنا. يا ابوي الله يسامحك، تتعب نفسك على اشياء ما لها داعي. يا ولدي يا زياد، انت تروح على شغلك من تطلع الشمس لين تغيب وتتركني لوحدي وما حولي غيرها شجرتين اتسلى فيها. المهم فوت ارتاح، حط لنا شيء نتغدى عليه. يا ولد يا زياد تعال، مو قادر اوصلك، صدري يوجعني. يا زياد زياد اصحى، تكفى يا ولد اصحى، تعبت. خير يا ابوي؟ وش فيه؟ وش اللي يوجعك؟ قمت من النوم وكنت رايح للمطبخ بسوي قهوة، وفجأة صدري صار فيه وجع، ودخت مرة واحدة وبطلت اقدر اشوف قدامي. لازم الحين اخذك على المستشفى، تقدر تمشي ولا احملك يا ابوي؟ لا ما عليك يا زياد، هيني ماشي قدامك. هذا زياد ما يرد على جواله، شكله خايف ان موتره يعطل بالسيل ونضحك عليه. على كل حال ما راح اخرب مشوارنا عشانه. وبعدين شوف فوقك، الغيوم وصلت، يعني ما نوصل الوادي الا والسيل قد وصل. مع انه قلبي مو مطمن للطلعه هذه، واحس انه زياد ما حق، بس ما اقدر اقول لك لا، ومعك على الموت. يلا مشينا. شفت يا ابوي وش قال لك الدكتور؟ لازم تلتزم تعليمات الدكتور وترتاح وما تتعرض للشمس، والتعب كثير. انت كبرت يا ابوي وصار لازم تريح نفسك، وما عليك لا تاكل هم اي شيء ثاني. يا ابوي بوصل مشوار نص ساعة واجيك، لا تطلع برا البيت. Let's go.
سالم صحصح سامعني تكفى صحصح. كنت بالمستشفى مع ابوي ونسيت جوالي بالبيت وقبل شوي وصلت. المهم انت كويس؟ طارق وينه؟ ما لقيته بالموتر. ما عليك مني، انا كويس الحمد لله. بس تكفى يا زياد، السيل سحب طارق وما ادري وين صار. تكفى خلينا نروح ندور عليه. صنع قوتك ما تداني وناس انت.